جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لم يخرج من الأضحية شيئا هل يأثم؟ لا يأثم، لكن يكون تاركا للسنة، لأن الأفضل أن يخرج منها الثلث يتصدق به على الفقراء، والثلث الثاني يهديه إلى جيرانه وأقاربه وأصدقائه، والثلث يأكله، يعني يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلثا يأكله هو وأهل بيته، وثلثا يهديه لأقاربه وأصدقائه وجيرانه، وثلث تصدق به على الفقراء. إلا لو أكلها كلها أجزأت، لكن هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة. وبعض الفقهاء يقول لا بد أن يخرج منها شيئا ولو يسيرا. نعم.